كاين شي نوع ما كيحمش الكارديان، هذا هو المشكل. دابا كتجي غتبغي تبلاصي كتقول لي خويا رجع للورجي، كيقول لك لا صافي خليها خليها، ويمشى كيجي يدوي معايا كيخليها، كتجي تقول لي خليها، كيجي واحد تيلصق ليه اللور كيبغي يخرج، واه كارديان مالك اخويا، كنقول لهم ملي قلت لك في الاول قاده علاش ما بغيتيش، حتى هذاك دار خدمته وانت درتي خدمتك. كاين اللي كيتشكى كيقول بانكم كل بلاصه كديروا لها طاريف في شكل، دي فوا ماشي 5 دراهم ما كتقنعش ولا 3 دراهم ما كتقنعش. الطريفه تفرض على واحد اللي حط لك النهار كامل، حط لك النهار كامل حتى العشيه من 8 الصباح حتى 8 الليل 10 دراهم، الا زي ما يزي 2 دراهم للساعه شحال غتقدو؟ حيت دابا انت كيخليو البياج، كيخليو البياج صحاب الصاب وكيتمو جايين عندنا حنايا، وكاين دابا اللي كيتحط لك يحط لك النهار كامل وكيتم خارج في العشيه كيجبد لك 60 ريال، كتقول له استاذ راه النهار كامل راه ماشي 60 ريال، تيقول لك هادشي اللي عطيه لكم الجماعه. ماشي المشكل ماشي ما كيحملوش كارديان، لان كارديان بالرخصه ديالو هذاك غادي تحترمو، ماشي الناس ما كيتقبلوش فكره ديال انه واحد دير جيلي وكيفرض عليك انك تعطي واحد السومه، راه بعض الخطرات كتبغي تعاون معاه كتعطيه 2 دراهم ولا 3 دراهم كيقول لك لا راه 5 دراهم، يعني كيولي كيفرض عليك شي حوايج اللي انت ما غاديش تقبلهم. كارديان دابا المشكله هو دابا كيجي ناس كيغبي بلاصي ما كيلقاش بلاصه كيحمس الكارديان، يعني ما يحملوش يقول الكارديان يقدر يجري عليه، يعني كاين فيهم السكان كاين فيهم مول الحوانت اكثريه هنا السونتر فيل، يعني ما كيلقاش بلاصه، يعني ما لقاش بلاصه كيقلب، يعني فين كيخلي دوزيام بوسيس كيدير ليه الديباناج، يعني ما لقاش هو البلاصه كيدور في الكارديان، يعني خص الكارديان يشوف هذاك الانسان وغادي يعطيه البلاصه، ولكن لما لقاش البلاصه كيخاصم الكارديان كيجي كيحمس الكارديان يعيرو كاع. كاين اللي كيتشكى كذلك من 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 الطريفه، البلايص اللي ما فيهاش بياج يعني شادها واحد، يعني بحال تقول هذيك كتسمى رخصه ديالو، وانت تحط الطوموبيله ديالك النهار كله بالجرام حشومه فهمتي، وكاين الناس اللي ما لقاتها فين يحط الطوموبيل ديالي يعطيك 10 دراهم يعطيك 100 ريال يتهلا فيك. فيكتيفمون كاينه هاد الظاهره هادي وكتدير واحد النزاع غالبا ما كيكون ما بين السائق وما بين الحارس ديال السيارات، وفي الحقيقه زعما ظاهره زعما سلبيه هذه، لان ما كاينش واحد التقنين ديال هذا المجال، هذا ما كاينش واحد التقنين فيه، وكاين واحد العشوائيه وواحد الفوضويه اللي كتسود في هذا، وغالبا هذاك الحارس هو ما كيقنعش بداك الشيء اللي تيعطيه هذاك السائق، وكيوليو في صراعات اللي زعما كون كان التقنين ديال هذا المجال هذا غادي نكونوا زعما في غنى كاع على هذه الاشياء هذه. وقعت لي انا شحال مره وقعت لي هذا مثلا كتكون يلا انا عير كنمشي مثلا لعند واحد لاسوسيتي تنحط السياره دغيا سيك ميت شي حاجه كي كنهبط كيوقف عليا كنعطي مثلا 2 دراهم ولا 3 دراهم ما تيقنعش، واحد قال لي عطيني 20 درهم وفي سونتر فيل هنا نيت يعني بلا من ذاك كيختلفوا عاوتاني لي طريف ثاني، كاين مثلا اللي كيكون في ليزا على حسب لي زون وعلى حسب البلاصه اللي كاين الاكتضاد، عاوتاني هما كيوليو داك الشيء بحال مارشي نوار كتولي كيقول لك راه بغيت نعطيك مثلا ان بلاص ولا هادي، سيرتو في البلايص اللي كتكون مضطر وهادي وخصك تقضي شي غرض وما كاينش فين تستاسيوني تيولي كيتوا معاك كتولي واحد المزايده، يعني زعما في الحقيقه زعما هادشي راه كيضر زعما بالمواطنين، وحبذا لو ان مثلا المجلس ديال المدينه ولا شي حاجه زعما يتدخل في هذا، والمساله دابا ولات شائعه ماشي بقات ولات عارف كازا، انا وليت خارج كازا والدائره انتشرت.